جماعة هلا رايحين على البيت كلياتنا. صراحة أنا اليوم كتير انبسطت مع هي ومرام، عن جد كتير كتير انبسطنا لدرجة كتير فظيعة، مع أنه كانت أول تجربة إلنا سوا، أول طلعة وأول تجربة لإلنا سوا، أول مرة نتعرف على بعض، بس صراحة كتير انبسطت معهم وكان مشوار كتير حلو. أكيد أكيد قررنا نزلنا يا خلصنا. ايه صح، عن جد لقينا حالنا كثير انه بنفهم على بعض وكذا. سو استنوا الفيديوهات اللي صورناها، فيديوهات كثير حلوه وكثير حتعجبكم. في حماس وتصبحوا على خير. باي. المعايدات الحلوه، جد اجاني كثير رسائل، انا اسف ما قدرت ارد على الكل. بتشكركم من جوات قلبي على التصاميم الحلوه وعلى الرسائل الحلوه.